أنا الآن موجود بدون أي بطاقة تعريف، بمعنى لا يوجد عندي أي شيء بدلل على هويتي. أبسط القضايا الحياتية اليومية اللي الواحد بيعتز فيها البطاقة، مثل شراء سيارة، فتح حساب بنك، التوظيف أو حتى الزواج، غير ممكنة بظل عدم وجود هوية تعريفية. حتى النازية كانت تعرف المعتقلين بالأرقام، أنا حتى لا يوجد رقم يعرف عني، لا يوجد رقم، لا يوجد هوية، لا يوجد اسم. شهادة الشرفة من القدس، أمضيت بالسجن حوالي 22 عام. الاعتقال الأخير كان مدته 20 عام، استمر من 2002 حتى 2022، وفي لي مجموعة اعتقالات، 4 اعتقالات سابقة، مجموعها تقريبا 2. تفاجأت أنا بعد ما تم الإفراج عني، ما كانتش مفاجأة حقيقة، يعني لو كان في مقدمات قبلها. رحت أجدد ما يسمى بالسيباسية أو جواز السفر من أجل السفر، قالوا لي أنه هويتي مسحوبة. بعد فحص من خلال الداخلية وعدة لقاءات وتواصلت مع محامين، تبين أنه في هناك قرار بسحب ما يسمى بالهوية التي فرضت على الفلسطينيين أساساً عام 1967، تم في هناك قرار بسحبها عام 2014. وحتى الآن في هناك إجراءات مع المحامين والمؤسسات الحقوقية لمتابعة هذا الموضوع. حتى الآن ما فيش هناك ردود واضحة في إعادة الهوية. عام 2002 خلال التحقيق بلغني مخابرات التحقيق، رفضت الاعتراف واستمريت حتى نهاية التحقيق بدون أي اعتراف. هددني بأولاً، اللي حرقنا محل تاعكم، أنا تم تفجير محلنا، كنا نمتلك محل أحذية في رام الله، تم تفجيره خلال الاجتياح، وبلغني إنه إذا ما بتقدم أي اعتراف ومعلومات اللي هي هامة اللي بيعتبروها راح نسحب الهوية. طبعاً رفضت أنا كل التهديد هان. تفاجأت بعد بضعة شهور عام 2002 واسمي بيطلع بالتلفزيون إنه في هناك قرار مما يسمى بوزير الداخلية. كان آنذاك وزير الداخلية شخص اسمه إيليا شاي، اتخذ قرار بسحب الهوية مني ومن شخص اسمه نهاد أبو كشك ومن شخص آخر اسمه قيس عبيد. بعد يوم، تاني يوم بعد ما سمعنا الخبر بالأخبار، بيجيني الإدارة بيسلموني مكتوب، طلبوا التوقيع أني أنا استلمت المكتوب. المكتوب كان عبارة عن مكتوب من وزير الداخلية بقول فيه أنه أنا استخدم تعبير أخليت بالثقة أو خنت الثقة التي منحت لي من قبل الدولة من خلال أن أخذت الهوية ونفذت العمليات عسكرية بالهوية، وقال أنا اتخذت قرار في سحب هويتك بناء على الصلاحيات الممنوحة لي من قانون كذا بند كذا والآخرين، وأعطونا مجال للاستئناف. أنا رفعت آنذاك رسالة لوزير الداخلية، رد على رسالته، مضمونها أنه هذه الهوية أساسا فرضت علي أنا بالقدس، وهي هوية استعمارية بالأساس، وأنا مقدسي يعني أقدم منك، وأنت أصولك تونسية، وكيف يعني واحد أصوله تونسية بيجي بقول لواحد أصله فلسطيني وعائلته بمقدسية تعيش منذ مئات السنين إلى الحق بسحب الهوية؟ هذه سحب الهوية هي مقدمة لتفريغ القدس من محتواها الفلسطيني، وهي هي احد ادوات الردع التي تستخدم من اجل اخافه المناضلين انه اذا انتم بتشتغلوا في العمل النضالي فبالتالي نقوم بسحب الهويه. القرار دخل حيز التنفيذ بال 2014، وهذا يعني صعب كل حياتي، إضافة إلى يعني بما معنى وأنا في هناك قرار ممنوع دخول الضفة من قبل المخابرات الإسرائيلية، فبالتالي أنا عمليا منعت من دخول الضفة بعدين وسحب هويتي، فبالتالي أنا ممنوع أكون في القدس، وبالتالي وين أروح؟ يعني بطل إلي أي مكان أروح وأتواجد فيه، وهذا إشكالية. يعني أنا حاولت أتوظف في عدة محلات، طلبوا على الأقل الهوية عشان أفتح حساب بنك عشان يتم تحويل الحساب،
كل هذا مش موجود، فبالتالي يعني أصبحت حياتي معلقة بدون أي يعني أفق لحل المسألة. شوف أول إشي يعني الكل بيعرف إحنا في حالة استعمارية صعبة، والضغوطات الأمنية المفروضة على فلسطين كثيرة، والتواجد العسكري بالقدس تحديدا كثيف جدا، والشباب الفلسطيني دائما ملاحقين ودائما في هناك نقاط تفتيش، فبالتالي أنا بتم توقيفي عدة مرات، وفي أماكن أنا يعني ما بنفع أدخلها، يعني مثلا أنا الحرم اللي هو قريب عن بيتي يعني ما بقدر أدخله لأنه في بوقفوني بيطلبوا مني بطاقة، وهذا بدخلني في إشكالية. وأحد المرات يعني وقفوني ساعات قبل ما سووا اتصالات وكذا وتأكدوا أنه أنا كذا، وطلبوا مني أنه أرجع البيت. يعني عمليا أنا بشكل غير أو ضمني أنه المفروض أنا أبقى في البيت وأني ما أتحركش في البيت. مش بس هيك، أنا حتى في أماكن السلطة الفلسطينية، أنا في رام الله يعني تم الاعتداء علي مره من قوات من السلطه الفلسطينيه لانه معيش بطاقه، واتهموني انه انا معي سياره مسروقه وانت كيف يعني معكش بطاقه، واعتدوا علي يعني حتى السلطه الفلسطينيه. فكل يعني معيقات دائما موجوده، سواء كانت السلطه الفلسطينيه او رادي السلطه الفلسطينيه او اذا كنت موجود في القدس، وهي اشكاليه حتى الان. وحتى الان فيش افق لتغيير القرار من الداخليه. بدات المساله معي والان سوف يتم تعميمها على عموم الاسرى، وهي احد وسائل منها ردع، بعتبره اسلوب ردع للمقاومين الفلسطينيين، اضافه له احد الاساليب من اجل تفريغ القدس من محتواها الوطني الفلسطيني، وهذا جزء من سياسة التطهير العرقي.